بالنسبة للتحركات ديال القوات المسلحة الملكية في المنطقة ديال الصحراء المغربية بالضبط في قرقارات اللي كان مؤخرا ولازال مستمر لحدود ساعة، المغاربة يتابعونه بلحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، لأنه موضوع رئيسي ومهم جدا لجميع المغاربة، كيف ما كانت تلاوينهم السياسية أو اختلافاتهم مع المؤسسات الوطنية. بالنسبة لي كمواطن مغربي من أقصى شمال المملكة بالضبط من مدينة طنجة، كنشوف تحركات ديال القوات المسلحة الملكية جا في وقته، لأن هذا الجهاز العسكري ديال المغرب طالما صبر على نقولوا التبرهش ديال هاد الناس هادوما، للاسف اللي ما عرفوش المصلحة ديالهم فين هي. المصلحة ديالهم كانت مع الحكم الذاتي، كانت مع الاقتراحات المولوية في جامع الخطابات، لكنهم اضطروا انهم يتمردوا، بما ان التمرد ديالهم طغاو فيه وتمدوا فيه، فضروري القوة المسلحة الملكية تقوم الدور ديالو وتوقفهم عند حدهم. وحنا قلبا وقلبا مع جميع القرارات اللي كتاخذها الاجهزة ديال العسكر في البلاد من اجل الضمان واستمرار واستقرار ديال هذه الارض. هذا اولا كنبغيو نوجهوا للمجتمع بصفة عامة أو للعالم بصفة عامة أن الصحراء مغربية والمغرب في صحرائه. احنا جد سعداء بالتدخل ديال الجيش المغربي صباح من أول صباح اليوم، بهذاك التدخل اللي كنا كنصدروه طبعا من زمان، باش تعرف أن البوليزاريو أن المغرب كلمة واحدة والجيش والشعب يد واحدة دائما تحت القيادة ديال صاحب الجلالة. وكنزيدو نأكدو عليكم أن الصحراء مغربية وغتبقى دائما مغربية. أما الطغيان ديال التمرد ديال هذوك البوليزاريو وهذا، خصهم يعرفوا أن هو هذا الحد ديالهم، وحنا جد سعداء وجد فرحانين التدخل ديال الجيش المغربي، وحنا فدا الوطن وفدا المغرب. أعتقد أن القضية الوطنية ليست محل جدال أو نقاش بين المغاربة، يعني أن الكل عارف أن المطالب المغربية في الأقاليم الصحراوية، موقف ديال الشعب مع الموقف ديال الحكومة مع الموقف ديال الملك ديال رئيس الدولة أنه موحد في هذا الجانب. التدخل المغربي صباح اليوم أو في ليلة أمس الساعة الأولى من صباح الجمعة في معبر القرقارات كان ربما تدخل كنا كنتسناوه. أنا من قبل ثلاثة الأسابيع أن جبهة البوليزاريو والقوى الانفصالية أنهم قاموا بواحد التدخل غير مشروع، انهم منعوا عدد كبير ديال الشاحنات انها تمر من خلال المعبر. المغرب او وزاره الخارجيه المغربيه انتظرت ان قوات المينورسو منظمه الامم المتحده تتدخل في هذا الموضوع، تحاول ترجع الامور لنصابها. يعني طالت المده الجبهه ديال البوليزاريو ربما بغات تدخل حاليا، بغات كتقلب انها تدخل الحل العسكري. المغرب استطاع انه يرجع الامور لنصابها دون اراقه ولا قطره واحده من ديال الدم. يعني كنعتبروا ان تدخل كنشوفه مشروع، وكنعتقد ان الفتره المقبله والايام المقبله غتعرف تطورات كبيره في هذا الموضوع. بصراحة التدخل ديال القوات المسلحة الملكية المغربية في الصحراء المغربية وستبقى خالدة دائما مغربية، ودائما واحد جهة يعني منظمة بوليزاريو أو مرتزقة كانت دائما تجس النبض المملكة المغربية، وحان الوقت لكي أو يقول الكلمة المغرب في هذه القضية، ودائما الصحراء ستبقى مغربية يعني أبا عن جد. والملك محمد السادس نصره الله دائما يعطي الأولوية للصحراء المغربية، وكما أشرنا في الأول على أن التدخل كان منطقي وردات الفعل قوية من المملكة المغربية. ربما بوليزاريو دائما تقوم بمناورات على الصعيد الوطني وربما على الصعيد الدولي لكي تقول على أنه دولة، ولكن نحن لا نعترف على أن بوليزاريو كدولة. بوليزاريو مرتزقة كمنظمة جاءت لكي تخرب دولة المغرب اللي هي دولة خالدة ودولة عندها عروق قديمة، العكس بوليزاريو الذي ربما هناك جهات تدفعهم لكي يجسوا نبض المملكة المغربية. وعاش الملك، وستبقى الصحراء مغربية دائما وأبدا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.